تتحول الآن إلى العراق، حيث أعلن رئيس الوزراء محمد شيع السوداني تشكيله وفد للتفاوض مع حكومة إقليم كردستان بهدف حل الملفات العالقة ما بين الجانبين. وأوضح السوداني أن الحكومة الاتحادية تعمل على حل ملف النفط والغاز خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المحادثات المزمع إطلاقها قريبا إلى نتائج إيجابية. وحسب مصادر من كردستان، فإن وفدا من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد لإجراء محادثات ثنائية مع الحكومة الاتحادية. للمزيد ينضم إلي من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي، ومن أربيل مراسلنا هوا عزيز. إذن أهلا بكم، ما أبدأ معك حيدر عن تفاصيل هذا الوفد، وما هي الاستراتيجية؟ هل من استراتيجية واضحة، أهداف واضحة، خطوط عريضة واضحة لشياع السوداني فيما يتعلق بهذا الملف الشائك حقيقة الحساس، واللي قضايا عالقة منذ سنوات ما بين الطرفين، ما بين المركز والإقليم؟ يعني الاستراتيجية المكتوبة لمحمد شياع السوداني ضمن برنامجه الحكومي هي حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وخصوصا فيما يتعلق بقانون النفط والغاز. هذا القانون سوف يكون إن تم تشريعه والاتفاق عليه قبل ذلك بالتأكيد سوف يحل المشاكل الكبيرة والكثيرة بين الجانبين، على اعتبار أن تقسيم الثروة الوطنية بالشكل الصحيح سوف يؤدي إلى حلحلة بقية الملفات وبقية الأمور. على مستوى الملفات الأمنية هناك تفاهم كبير بين بغداد وأربيل بهذا المستوى، بين وزارة الدفاع العراقية وأيضا قوات البيشمركة، هناك تنسيق مشترك على في العديد من المواقع الخاصة بمحاربة داعش، الخاصة بالتعاون الاستخباري، وبالتالي الآن هناك أرضية ممهدة للتفاهم بين بغداد وأربيل، وخصوصا وأن البرنامج الحكومي كما قلت لمحمد شياع السوداني قد ضمن فقراته هو حل المشاكل العالقة مع أربيل، وتم تسمية هذه المشاكل وفي مقدمتها قانون النفط والغاز. سوف يأتي وفد إلى بغداد من حكومة إقليم كردستان، وهذا الوفد سوف يكون وفدا تشاوريا تفاوضيا فنيا على مختلف المستويات للتمهيد لانطلاق مباحثات أوسع لحل هذا الأمر وتضمينه ضمن الموازنة العامة لعام 2023. نعم بالتأكيد، وهنا يعني أتحول إليك هوا، خاصة أنه هذه التصريحات من قبل رئيس الوزراء العراقي تأتي ربما بالتزامن مع زيارة للرئيس العراقي إلى إقليم كردستان وتوافق ما بين الطرفين على الاستعداد من أجل حل كل هذه القضايا العالقة. إلى أي مدى هذه الزيارة تنعكس ربما على انطلاق المفاوضات وعلى تذليل العقبات؟ بالتأكيد إيمان، هناك تفاهمات مسبقة سجلت قبل تسمية رئيس الجمهورية أو انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان العراقي وتسمية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الشهر الماضي. هذه التفاهمات الآن تترجم من قبل حكومة شياع السوداني وكذلك حكومة الإقليم إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع. الآن زيارة رئيس الجمهورية ربما لها صلة بهذه التفاهمات. رئيس الجمهورية التقى يوم أمس بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وكذلك برئيس الإقليم نجرفان بارزاني، وتجول في محافظة دهوك هذا اليوم ربما لنقل صورة واضحة عن هذه الملفات التي ستناقش بين الجانبين أو هذه التفاهمات إلى الحكومة الاتحادية. الوفد جاهز طبعا هنا في الإقليم، يتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى بغداد للبدء ب ترجمة تلك التفاهمات كما قلنا إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع. في مقدمة تلك الخطوات هي مسألة حصة الإقليم من الموازنة الجديدة للعام المقبل. بحسب البيان الذي صدر من وزارة المالية في إقليم كردستان، حتى اللحظة حكومة شياع السوداني لم تقرر صرف المخصصات المالية لإقليم كردستان، هي رواتب الموظفين، على اعتبار أنها ستصرف اعتبارا من بداية العام المقبل في ضوء الموازنة الجديدة. إضافة إلى ذلك
كذلك هناك ملف المناطق المتنازع عليها والمسمى دستوريا بالمتنازع عليها. هذا هو الملف الأعقد والأكثر يعني تعقيدا من بين جميع الملفات والتحديات التي ستواجه عملية المفاوضات. ربما تؤجل ذلك إلى العام المقبل، ولكن إذا تم تشريع قانون النفط والغاز بموافقة الحكومتين طبعا سيكون ذلك مفتاحا لحل جميع الملفات العالقة بين الطرفين، بما في ذلك ملف المناطق المتنازع عليها. نعم بالتأكيد، شكرا لك. إذن من أربيل مراسلنا هوى عزيز، ومن بغداد مراسلنا حيدر الأسدي.